لطيفة هنا مع اسمي. الست دي كانت بتجي لنا كل سنة عشان تسمعني وأنا بغني. كانت بتتكيف قوي من صوتي. تعرف إنها مرة ادتني 200 جنيه عشان أغني لها أغنية مرتين. ده فين ده؟ في قصر ثقافة الأنفوشي عندكم؟ في الدار. دار الرحمة والنور للأيتام. ده اسم المكان اللي اتربيت فيه من وانا عيل. بس انا مش يتيم. انا عندي اب وام. اب وام فين؟ في الدنيا. ابويا سارح ما اعرفش اذا كان عايش ولا ميت. وبصراحه مش عايز اعرف. طب ووالدتك؟ كان عليها حكم وخلصته من فتره. ومش عارفه اوصل لها. بس هوصل لها. انا عارفه انها عايشه. انا حاسه بيها. يا انت قصتك مؤثره قوي، شدتني ليكي اكتر. عجبتك؟ طب ايه، مش هتديني 200 جنيه زي مدام لطيفه انت كمان؟ ولا تحب اغنيها لك؟ تحب ازود لك واحكي لك اكتر؟ احكي لك عن ابويا اللي سجن امي ورماني لستي، وستي اللي رمتني في الملجا؟ ولا احكي لك عن عيشتي في الدار؟ اه حلوه دي، ده انت ممكن تزود عليها 100 كمان. ابدا لك من نومتنا فوق بعض، ولا باقي اللبس اللي بنلبسه وباقي الاكل اللي بناكله؟ عارف باقي الاكل اللي على الترابيزات دول ممكن ياكله اخواتي في الدار كام يوم؟ يا باشا احنا اللي زينا عايشين على باقي اللي زيكم. ده حتى النفس اللي بنتنفسه بيبقى باقي الهوا اللي خلصان منكم. ما تزعليش نفسك يا زميلي. والنبي يا باشا ما تاخد نهية الكلام انك تفعص وتطبطب وتنهي الحوار انك تاخدني على الشقه عشان تداوي الجراح. فانا لما شفتك قلت عليك قاري ومفتح وفاهم وتعرف تميز اليمين من الشمال. وعلى السكه والدغري انا سكتي يمين واللي يجي لي شمال افرمه. عندك شغلانه محترمه ليا شغلني وهتلاقيني قطر في الشغل. لكن هكمل في سكه زغلله العين بتليفون ولا بطقم ولا بخروجه هتلاقي حته سد في وشك. هتخبط فيها ويجي لك صداع. انا مش قادر افهم انت ليه خدتي الموضوع بالشكل ده. على فكره انا ما اقصدش، انا بجد بقول لك ما تزعليش نفسك. انسي اللي حصل وانسي اللي فات. ما تعرفيش بكره ربنا شايل لك ايه؟ مش جايز ايامك اللي جايه تبقى احلى ايام وتقعدي تضحكي على اللي فات. اما بالنسبه لي انا لا هاجي معاكي لا يمين ولا شمال. انا هاجي معاكي دغري. يمكن في الاول فكرت فيكي بشكل غلط. انا بعترف. بس حقك عليا، عمري ما هفكر كده دي. وعمري ما هضايقك. صدقيني. المرة دي مصدقك. اتفضل. ايوه خد شمالك بقى. شمالي؟ عند الكوش كده. اطلع انا بقى السلم ده ابقى في بيتي. لا سلم ايه، انا مش هسيبك طبعا. انا هنزل اوصلك لحد باب البيت عشان ما حدش يضايق. حد يضايقني ايه يا عم، ده انا ضايق بلد. انا ممكن انا اجي اوصلك عشان ما حدش يضايقك يا عسل. يلا ليلتك بتضحك. هي فعلا بتضحك. انا اموت واعرف انت بتجيبي الكلام اللي انت بتقوليه ده منين. ماله بيت الملجأ؟ زي ما انت كده بتجيب كلامك من رباية العز. بس يعني دي حاجة ما نختارهاش. عندك حاجة.